تي اف ام يومكم سعيد، مرحبا من جديد، مواصلين معاكم حتى النص النهار. بعد شوية الموعد بش يكون مع كلم المدير، واليوم بش نرجعوا على الملف متاع تقسيط متاع فاتورات الضوء. إذا عندكم فاتورات ضوء مش خالصة وقيت راي ما كانتش تقبل، توا ستيغا بارامون توا بش تولي تقبل عملية التقسيط، وهذا اللي أعلنوا عليه، دفع 30% كقسط أول، ثم من بعد نشوفوا كيفاش بش تصير عملية تقسيط بقية المبلغ. لا تكتب مطلب، لا تتسجلوا في البلدية، لا تبعث ميل، لا تعمل شيء، على حسب ما يقول بيان الستيغ. يكفي أنك تقول للخيان الموظفين اللي تلقاهم في الجيشي تقول وين رايني جاي باش نخلص، ونحب نخلص بالتقسيط. هذا هو اللي أعلنت عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أتوا بعد شوية نرجعوا بأكثر معطيات، نشوفوا شكون يجاوبنا في هذا الملف مع ستيغ في كلم المدير. ستيغ اللي تلجأ لذلك بطبيعتها بسبب ديون الكبيرة، تو بعد نذكركم بهذه الأرقام تقدمها لنا شوية آخر ملاك أرقام الديون متاع ستيغ. أصواتكم جينا بعد شوية على 71-194-194 ريبوندور، كي تكلمونا وتنزلوا على واحد. لحظات ونمشيوا لقصتنا الملهمة لليوم بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة. أما اقبل عن الجواب على القطوسة متاع البارح يا مختار، عن الجواب على روزا، ما هو هكا ولا من سألت؟ انت سألت قلت على الاسم وقتها، هو ذكر قطوس وعليش اسمه روزا، هكا ولا لا؟ ظهر لي تربيجة، تربيجة يا بشي تفسر لنا مولا روزا ملك هكا ولا لا؟ اي وائل بوسعادة اللي عودنا اتصلنا بيه وتصل بينا زدا هو بعد ما شاف الفيديو نتاعو، قال ايفيكتيفمون قال لي نفسركم علاش قطوس واسمه روزا. وائل بعثنا الفيديو هذايا وتكتشفوا معنا علاش قطوس اسمه روزا. يال عسلامة، صباح الخير، نسلم على كل مستمعي راديو اف ام واللي كيف متاعك الكل يا حمزة. الإجابة على السؤال متاعك متاع البارح علاش مسميه روزا، علون ما لقيتهم شي في بالي أنثى. من بعد كي كبر كي هزيته يعني للطبيب البيطري باش نعملوا لي فاكسان نتاعو كل، قالت لي هاي وائل شنو باش تسميه؟ قلت لها نسميها. قالت لي وائل راهو ذكر. قلت لها راني ديجا راني مسميه ولا مسميها روزا، يعني ما صار لي شوك في مخي، حسيت روحي تصدمت هكا وقتها. وهذاك هو علاش انت البارح نشدت السؤال، قلت انهار لي باش ينطق باش يسبني على الحكايه هذيك، شقول لي هنا ذكر وانت سميتني روزا. سينو ان شاء الله نهاركم زين، نحبكم برشا. دونك هذيك علاش اي فوالا، شفت كيف خاطر هو الاسم سابق التعرف على الجنس، هو سميها ديجا روزا وبعد ما بدلوش خليها كيك. هذيك على انا بديت فكرت فيها لانه يعني شوف كيفاش هو في باله معناها من الاول انثى قطوسه يا اخي طلعها قطوس بالضبط. وراك عمليه الاكتشاف عمليه صعيبه شويه، تبدا انت تعودت، خليني نحكيك من تجربه خاصه، تبدا تعودت انت مثلا بجنس القطوس، انه مثلا قطوسه المده مثلا 3 شهور 4 شهور احنا ما مثبتوش عاده، فهمتني؟ ولكن بعد كي تكتشف انه جنس القط هذايا هو ذكر وتسمية متاعه كان تسمية متاع أنثى، هكا التحول هذاك صعيب برشا باش تقبل بيه، فهمتني؟ نفسه خليها طبعا طبعا حلو طريفة زاد هذه طريفة والفيديو متاعه عملت برشا تفاعل دايور، فيديو القطوسة ولا القطوس روزا. شكرا جزيلا ليه على التفاعل متاعه. نمشيو لقصتنا الملهمة لليوم ملاك. قصتنا الملهمة لليوم باش تهزنا لنهج انجلترا، البلاصة يقولوا عليها كهف علي بابا اللي نلقاوه في تونس، على خاطر فيها أكثر من 80,000 عنوان بين روايات كتب فلسفة تاريخ مراجعة بأكثر من 8 لغات. نحكي لكم على أقدم بوكينيست في تونس، على واحدة من المكتبات اللي نلقاوها في شوارع تونس اللي كان أساسها التونسي فيكتور جيز من 50 سنة قبل ما يشريها منه سي بوراوي الهذلي وارد فوزي الهذلي اللي هو يدير المكتبة هذية في الوقت الحالي. سي فوزي يحكي لنا على قصة المكتبة هذية. والدي شد فيها شوية ومن بعد حطني أنا من خلف، معناها بديتها من 71 التو، خدمت فيها شريت عملت جريت
ربيت كليونات، كبرت الكليونات مشاو على رواحهم، توا يجيوني، توا برشا يجيوني. خذيتها فعلا شوية بشوية، اليوم نشري 100 كتاب، غدوة نشري 10 باش عبيتها. وهكذا نجم انه يعبي المكتبه بكل انواع، مش كان الكتب نلقاوهم موجودين في المكتبه هي بحمزه. شنو اللي تحب عندي؟ كتب فرنسي، انجليزي، بلاين، ديسكويت، كل اللغات كل عندي الحمد لله، وخدمت وبعت ما بعت. ومش هذه بركة، خاطر زيدا يحكي لنا سي فوزي على زيارة من وزير الثقافة والاتصالات الفرنسي سي فيدريك ميتيران اللي كان موجود في تونس واللي زار المكتبة هذية. وبعد الزيارة هذية المكتبة هذية تحطت في الجيد بالنسبة للفرنسيس اللي يجيو في تونس باش يمشيو ويزوروها. كانوا برشا فرنسيس يجيوني، وكان برشا كليونات، كانوا برشا وزراء تونس يجيوني، فيهم اللي توفى وفيهم اللي الله يرحمه، كان القاري وبرمي معناها هما. جاء في وقت من الأوقات فريدريك ميتيران كليون عندي أنا. فريدريك ميتيران تخلى عجبته، قعدت معه برشا، جاء 4 سنين ولا 5 سنين أنا وياه، عمل لي في الأخر عمل لي ميسيون في التي في 5، صورها كلها، يجي أكثر من جمعة وهم يصوروا فيها، حطني على الجيد ديوروتار، قال لي شحطك على الجيد باش الفرنسيس يجيو سويفون لو جيد يافتو، وقال لي اعمل باب اللوح هذاك، اعمل هكا معناها، واعمل علي بابا، صور علي بابا، صورته، ولات الفرنسيس توا يجيو بالجيد هذاك. ولاو يزوروه الفرنسيس في المكتبه هذيا اللي ولات تعتبر نوعا ما معلم. اليوم كيفاش تشوف سي فوزي علاقه التوانسه بالكتب؟ الكتاب مسكين يبكي على روحه، والله العظيم يبكي على روحه. احنا التوانسه كنا تبدلنا، معناها المونتاليتي نتاعنا ما عادش كيما هذا. يقول لك نحب نقرا، والله نشري لولدي مش فايدة تشري له 10 كتب، تيكي تشري له كتاب ويقراه خير من تشري له 10. راهو ثم توا الكارثة الكبيرة اللي توا موجودة ومازالت راهي باش تزيد تقوى، اللي التلميذ ما يحبش يقرأ. التلميذ ما يحبش يقرأ. شنو تقول في الختام سي فوزي للتوانسة اللي يسمعوا فيك؟ أنا قلت لهم ماذا بيا كان وزارة الثقافة تجي تشري وزارة يجي خذوا حطوا عندكم، نقاوموا إجا نقاوموا، يلزمهم في المدارس سيكوندير والبريمير ترجع السال دي ليكتور. خويا ماذا بيهم يعملوا نظر في الكلام ذا، معناها مش اليوم الغد والبعد غدا لازم تخدموا من تو. شنو اللي تحرق؟ ما فهمتش هذه كل ليلة فليك والناس تحرق. يا خويا باش نعرق حتى انا ريان كو نغلط عليهم نبيع لهم الكتب. غيرك باش يبيع لهم الكتب سي فوزي. وحتى من بعد قالنا انه كان عرض المكتبه للبيع وما كانش بسوم غالي برشا، قال جوست انا حبيت نبيعها لشخص اللي يزيد يعبي المكتبه هذه ويحافظ على التراث اللي موجود فيها. هذه قصد اقدم بوكينيست في تونس. باوي يعطيك الصحه عليك ويحكي الصحه لي هو. مغاره علي بابا واخر انا الصوره هذه لاني المكتبه انا عارفها من روادها. ثم ناس يقول لك تغيرت الدنيا وناس تقرا سور بي دي اف، مش صحيح. انا شفت العالم المتقدم الالمان، علاش احنا متقدمين في الالمان؟ المحطات والمطارات والمحطات الالمانيه الى حد الان الناس يقراوا الكتب. في الطائره نتاعهم الطائره تلقى مزات الجرايد والمجلات تقرا. في المحطات الكبيره معناها محطه الربط نتاع القطارات الكبيره نتاع برلين تلقاها بكلها كتب، واللي يقعد غادي انا الوحيد ذولي حال تليفون. يعني التليفونات هذه قرايه التليفونات على اساس انه بي دي اف، وكي يقول لك واحد شنو يقول لي ما نقرا حتى نقرا على نسخه مصوره، مش نشوف في التليفون عاد نسخه مصوره. الكتاب والمجله الورقيه مازالت تقرا في دول العالم المتقدم، معناها باش ما نقولوش العالم الكل تغير في هذا الاتجاه. ايوه عالم النشر خاصه الكتب، ربما الجرايد والمجلات اقل مخ، معناها المطبوعه قاعده تعرف في تراجع معين، ولكن الكتب لا. في علاقة بالكتاب لدور نشر كبرى في فرنسا قاعد مثالا قاعدة تحقق في أرقام قياسية في النشر والمبيعات، وهي كتب ورقية، مانيش نحكيه على كتب الرقمية، الكتب الورقية اللي قاعدة تعرف في أرقام معتبرة عندها مازال العالم تاعها وعندها الناس تاعها، ومازال وعى ضرورة كما كان يقول لنا بالضبط التشجيع على ان تشجعوا على على على, على الكتاب. وتنجم انت تشجع مخ انت في دارك، تنجم تشجع وقت انت ما تقراش كيك اللي يتكيف ويقول ولده انت ما تكيفش انا سيء حاك فيا نتكيف، فما انت ما تكيفش. يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه. انا كانت عندي قبل عاده يوميه عندي مده ما عملتهاش، وهي انه دوره في نهج الدباغين.
دباغين توك تمشي لها. اخر مره تعديت من غادي عندي اسبوع تقريبا 10 ايام تفاجات تعبيت بالمحلات اللي يبيعوا معناها حلويات سندويشات. كانت هذيك الدباغين على الرصيف والحوانت، وكانت رحله يوميه تبداها من الاول حتى لاخر الدباغين في الرصيف، وكل رصيف عنده وراه مكتبه تدخل الداخل. ونعرفوا حتى الناس اللي يخدموا غادي وهما صاروا اذن يعرفوا الحرفاء اللي يجيهم. وتلقى كتب احيانا كل كتاب تقف معاه شويه، تلقى كتاب مثلا موجود عليه ديديكاس تلقاه مهدي هو ولكن اللي هداه له مشى طيش وباعوا. تقول انت كيفاش المؤلف هدا لك في باله حاجه عزيزه يا اخي، انت بعد بعته في للرصيف البوكينيست. فعلا هذه حاجه باهي، انا تعجبني مثل هذه الأفكار. برافو ملاك، ديما تجيب لنا في موجات إيجابية، وهذه روح الشباب نتاع من أي سوش ينجموا في ظروف أخرى يرجع أكيد قيمة واعتبار الكتاب. وهو كذلك قولوا لي أنتم كيفاش تقرأوا، شنو عاداتكم وشنو العادات اللي تحاولوش يترسخوها شوية في الوليدات صغار صغار وإلا كبار في العادات متاع القراية، وما تقولوا ليش والله ما تعرف ما عادش عندنا وقت، ناس كل ما عادش عندها وقت، ما كيف تنظم أمورها تنجم تلقى ربع ساعة في النهار مش النجم ونقرأ. والحكاية ماش حكاية وقت، حكاية تنظيم ونظام. 71 194 194 الريبوندر تكلمونا كل يوم، تنزلوا على واحد، هذه الدفعة الثانية من اتصالاتكم. اشكي للبلومية. السلام عليكم خويا حمزة، تحية لكل راديو اي اف ام. نحن متسكنين حي احمد زايد مرناك من ولاية بنعروس. بالله يا خويا حمزة، شوف لنا مشكلة ربط الحي بالقنوات صرف الصحي الزيجوات، عندهم 20 عام يقعدوا فينا، كل عام يقولوا سنة يرحم والديك. شوف لنا مع ديوان التطهير والولاية. الزبلة إلا في شارع دار البيضاء تابعة بلدية السجوم، توا عندهم جمعة ما جابوناش، عايش ولدي أبا. أنا نكلم فيك، توا عندي ثلاثة مرات نكلمك يا حمزة يفرحك. شوف لنا راهي جمعة كاملة والزبلة ما يجيش وهزوها لنا جماعة بلدية السجوم. ألو السجوم. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي حمزة البلومي، برنامج كلم المدير. أنا مواطن نسكن في ولاية بنعروس الزهرة. بالله عليك من مدة عام أو أكثر عندنا مشكل في الحصول على فاتورة الماء الصونات. نطلبوا فاتورة يقول لك صور العداد، ولما نجيب صورة متاع العداد يسلموك ورقة مكتوب عليها قائمة مستحقات فواتير الماء من غير رفع العداد، وفيها مبلغ مطلوب، وحتى التواريخ المسجلة فيها ليست صحيحة. تعبنا معاهم كل يوم والناس شادة الصف للاستفسار. ريت لك الوحيدين تحطونا يا حمزة. صباح الخير. الله يوفقك يرحم والديك انت وسي مختار، سلك الوحيدين والمخرج نور عنا. بالله ملاحظ الرادار يا سي حمزة والبلايك بتاع السطوب ما سميش في الطريق، الرادار البلايك ما سميش تلقاه قدامك يا اخوي. عملونا البلايك وبعد عقبونا، عملونا البلايك وبعد عقبونا. يرحم والديك يا سي حمزة، بلغ صوتي يرحم والديك. انا فتحيه من المنيجله، عندنا مشكله في الضوء، عندنا برشا واحنا نمشي ونجو، كنت عندي منقاله قديمه فيها برشا كيلوات، حابين نصفوا الوضعيه في جديد، قالوا لنا راه مزوز ملايين و800. مشى راجل يمشي ويجي المدير مش موجود، حبينا نشوف عايشك يا حمزه، عايش خويا شوف الاشكالي برشا علي انا ما نجمش نخلص كنتي هذه. اشكيل البلومي اطلب الريبوندور على 71 194 194. عندي ليك الحل يلا، هاو باش نحكي وبعد شويه مع المدير في ستيك في كلم المدير، باش نشوفوا موضوع التقسيط اللي تقترحوا ستيك على عندهم فاتورات كيف كنت 2800 تدخل في هذا الاطار نتاع التقسيط اللي تقترحوا ستيك. تنقول لك بعد شويه كيفاش باش تتم العمليه مع المدير ان شاء الله نلقاو اللي باش يجاوبنا في كلم المدير شويه اخر. باش نمشيو ناخذوا فاصل سريع ومن بعد نرجعوا للكولتور اسيورانس مع تامينات الكتما. تعرفش يا مختارك الوريقه الحمراء نتاعك اللي تخلص عليها التامين وتبدا تجري باش تاخذها وكذا وتعلقها في الكهرباء، عندك شي فكره على التفاصيل ايش فيها؟ عندك شي فكره على الحقيقه؟ انا نشوف الدات تاريخ نتاع الصلاحيه أكهو. بماذا اشتعطيكش ما تعطيكش؟ لا 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 تحكي على الكونترا. لا الكونترا يكتبوه في ظهر الورقة ويكتبوه تقريب معناه تقريب اللوب
بالصغير تو فما شكون عندي يقرا تكون ترى هذا كان تاع السؤال تاخذ وقت تسال لا الناس الى خصت الى خصت الى خصت يقولوا لا خصت شو ما لي وما علي ما علي ام باش نقراها هذوك ما لا صعيب كامل صعيب صفحه كامله صفحه كامله والكتيبه باللوب اي بورتون يلزمنا نقراوها ويلزمنا نسالوا اشني فيها هكا الورقه الحمراء حتى نقول لكم من بعد علاش هذه مهمه في ثقافه الاسيورونس مع تامينات الاكتماء بعد الفاصل انا راجعين قداش 21 دقيقه في استوديو تي اف ام مرحبا من جديد بعد شوي امين في مهمته لليوم قاعد يسال لنا من هو الامام التونسي حسن الشلغومي المثير للجدل في فرنسا يا اخي في شنو قاعد يقول باش يصير عليه كل هذا الجدل وشنو الحكايه نتاع سحب الجنسيه منه وهل هي صحيحه والا اشاعه شوي اخر هذه التفاصيل في المهمه اما الان ماشيين لكولتور الاسيورانس مع تامينات الاجتماع مرشا منا كيفاش نقوموا بتامين الكراهب نتاعنا نبداو نستناه وقتاش ناخذوا بين يدينا الورقه الحمراء اللي يطلبها القانون وما نثبتوا في شيء ونسألوا بالطبيعة قديش يطلع التأمين وماذا بينا ماذا بينا بقل دينار وبرشا منا كان نسألهم شنو الضمانات اللي مأمنها شنو يعطيك التأمين اللي عملته ما ينجمش يجاوبك الحقيقة هذا أمر غالط وغالط تماما علاش خاطر عملية التأمين الكل على بعضها كي تسأل مع شركة التأمين الحكاية ما تفوتش ربع ساعة تنجم تفهم جميع الضمانات المتوفرة والضمانات اللي تنجم تقتناها وقسط التأمين اللي باش تدفعه حسب الضمانات اللي تختارها والإمكانيات اللي تحط على ذمتك شركة التأمين خاصة في تقسيط قسط التأمين ركز معايا مليح شركات التأمين راهي عاملة مجهود في عملية التقسيط متاع أقساط التأمين نصيحتي ليك أمن تأمين مقبول على الأقل مقبول فهمت مقبول أعطي القيمة الحقيقية للسيارة راو أمر مهم برشا أنك تعطي القيمة الحقيقية لكرهبتك أحكيت لكم قبل على المشكلة هذه برشا مرات أطلب ضمان المساعدة الأسيستانس راهو مهم ياس ساعات كهرباء حتى كي تخرجها من الدار تيح بيك با يصير في الليل وانت في بلاصة بعيدة على كل شيء تلقى نومرو تليفون المساعدة الاسيستانس اللي تنجم تتصل بهم هذوما حاجتين كان طبقوهم نجم نعتبروا اللي نجحنا في عملية التأمين والحقيقة أحسن من هذا الكل تقعد ديما الأساسي صيحتي ليكم ما تجريوش في الطرقات راهو خطر والخطر هذا يساوي الموت مواصلين معاكم في واضح وصريح بعد لحظات الموعد مع سلاك الوحلين يشوف لنا مواضيع الدويات والأدوية الخصوصية واللي صاير فيها أما الآن ماشيين نكلم المدير كلم المدير شنية تفاصيل برنامج التقسيط اللي تقترحوا ستيج للناس اللي عندهم فواتير مش خالصة شكون الناس المعنية وكيفاش باش يتم تطبيق هذا الإجراء هذا الموضوع متاع كلم المدير بالنسبة لليوم وين سي ملاك باش تعطينا الأرقام متاع تحبش تعطينا الأرقام متاع الديون متاع ستيج ها اي ما تحبش سي ملاك يسالش تحبه قاعد تعمل في التليفونات قاعد تتكلم لنا في السيد المدير نتاع ستيج اعطينا الارقام في علاقه بالديون الساعه نتاع ستيج باش نفهموا علاش ستيج مشات لهذا الاجراءات حسب سي مدير التعاون الدولي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري في حوار مع تاب قال انه في افريل 2023 وصلت ديون الستيج ل 3200 مليار هي مستحقات الستيج لدي حرفائها واللي تعتبر قياسية هذه نحكيه فقط إلى حدود شهر أفريل 2023 الديون هذه 56% منها هي عند حرفاء القطاع الخاص يعني الحرفاء المنزليين الحرف الصغرى وأيضا الصناعيين و44% منها هي في القطاع العمومي بين وزارات بالدولة. شركات عمومية إدارات بلديات وجماعات محلية يقول هناسي منير الغابري أنه فما مشكلة كبيرة تلقى في خلاص الفواتير من قبل
القطاع الخاص يعني الحرفاء المنزليين والصناعيين. قال رغم لهنا انه ستيك تعرب على استعدادها في عدة وضعيات لدراسة طلبات التسهيلات ونصيب كبير لديون القطاع العمومي بالنسبة لمؤسسات القطاع العمومي اللي ما يخلصوش لانه هي ايضا المؤسسات هذه تعاني من صعوبات. واضح وصريح، شكرا جزيلا ملاك. اذا نكلموا ستيك ونعرفش كان السيدة المديرة حاضرة معانا. حاضرة معانا ديجا السيدة هند النيفر، شكرا لستيج على تواصلها معانا، المسؤولة عن الخدمات عن بعد والوكالة الافتراضية لستيج. مدام نيفر ان شاء الله نهارك زين، صباحك فل. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة إيه فهم، الله يخليك، شكرا شكرا جزيلا، ربي فضلك. مرحبا إلا هند. إذن إعلان جديد يظهر لي جديد لأنه ما كانش هذا بالضبط اللي عاملة به ستيج، هو إمكانية التمتع بتسهيلات في تسديد الفواتير. هات نبدأه الساعة، شكون الناس المعنية ومن بعد باش تقول لي كيفاش تصير العملية؟ تفضل. دكتور كما تود مع ستيج ما تقوم بحملات استخلاص للمتخندات عند الحرفاء نتاعهم بجميع أنواعهم. المرة هذه حابين احنا نتجهوا للقطاع الثاني، يعني كل حريف سكني عنده فاتورة متخلدة مازال ما خلصش. انطلقنا في إجراء جديد منذ بداية شهر نوفمبر 2023 واللي باش يقوم، معناتها باش الإجراء باش يتواصل لحد غاية 30 ديسمبر 2023 يعني لمدة شهرين، باش يتمتع كل حريف سكني عنده فاتورة مازال ما خلصش ياخذها ويتجه للاقليم ولا للوكاله التجاريه الراجعه لهذا النظر ويطلب منهم يكفي انه معناتها يعبر عن الرغبه نتاعو شفوي. شفوي لا مطلب لا ورقه لهم يحزنوا ما لا راح. ويقول لهم حد نتمتع بالاجراء اللي هو يتمثل فيش يخلص 30% حينيا في الكاسه تاع الاقليم ولا تاع الوكاله، وال 70% المتبقيه يقع الجدول نتاعهم على 6 فاتورات على اقصى تقدير. يقول انا 6 فاتورات معناتها نعرفوا احنا الحريف السكني يتلقى في العام 6 فاتورات يعني كل شهرين تجي فاتوره. معناتها 70% المتبقيه نجم يتمتع على عام ويخلص فيها فوق الفاتوره، تجي في فاتوره. باهي دونك 30% حالا و70% على العام. اكزاكتومون هذا هو الطلب، يحب حتى اقل من 6 فاتورات له ذلك، معناتها هو عنده الخيار. اما احنا نجم نطعم معناتها في الجدوله حتى على 6 فاتورات. باه نحكيو على الحريف المنزلي مدام هند نايفر، ماناش نحكيو على اللي عنده بوتيكا واللي عنده معناتها شركه، هذوكم مش معنيين. حريف منزلي عنده معناتها الجهد المنخفض والضغط المنخفض، معناتها فاكتور باس تونسيون باس بريسيون. باه المنزلي يتمتع بهذا. اي نعم مدام نايفر، فما تعليق قريت وريتكم جاوبتوا عليه الحقيقه، ما نقولوا تعميما للفائده، تعليق جاي حتى على صفحتكم اللي واحد من المنخرطين اللي قال لكم راني مشيت لوحده من الادارات مكنين يظهر لي، قال قلت لهم قالوا لي لا ما نعملوش به هذا. يا اخي انتم جاوبتوه، قلت له راهو كل الفروع راهي مطالبه بانها تطبيق الاجراء هذا. زيد عاود قوله لنا بربي هذا باش اللي يمشي توا يسمع فينا ويمشي لوحده من الادارات ما ينجموش يقولوا له لا، ما انت هما ما في بالهمش هذايا ما يتقبلش. معناتها احنا توا في حمله معناتها تواصل مع الحرفاء نتاعنا عبر وسائل الاعلام كما تراو، مرحبا بكم تفضلتوا معنا. معناتها الاجراء هذايا بالعكس احنا نحبوا قربنا له المواطن، نحبوا نسهلوا عليه في خطوط الفاتوره اللي تجي في الخريف هذايا اللي ما نقولوا ثقيله شويه على كاهل معناتها الحريف. دونك احنا لهنا ما تعرف انت كل اجراء يبدا من الاول خارج يبدا فيه شويه للتطبيق فما شويه معناتها صعوبات لهم. احنا العون الاستقبال معناتها من شيرة يحب يطبق الإجراء هذا، ومن شيرة فما فئات مثلا احنا نتوجه لعباد اللي هما ديجا معناتها منقطع عليهم الكهرباء، معناتها سويت اللي هو ما خلصش الفاتورة وصل هو حتى انقطاع الكهرباء عنده. دونك فما إجراءات أخرين هنا اللبس اللي صل معناتها حصل لهنا اللي فما زادة ما نكذبش عليك معناتها فما ديكاد فخود معناتها اختلاف للكهرباء. دونك هذوما عندهم اجراءات معينه زاد يلزمهم باش ننظروا لهم، معناتها ما نجموش احنا واحد مختلف للكهرباء نجي نعطيه يتمتع بالاجراء هذا. دونك احنا حاش قلنا؟ قلنا العون الاستقبال معناتها زدنا احنا تواصلنا معاهم مهما كان صفه الحريف اللي باش يجي مرحبا به وعنده الحق في كل شيء. تبقى ما يقولوش لي معناتها فما فئات احنا نثبتوا فيهم معناتها اكثر كما قلت لك فما الحالات هذوما، دونك تقول لهم مرحبا بيك وياخذوا اون شارج
ويعديه للعون اللي هو قولوا احنا باكو فيس نتاعنا معناتها الالهي بالشؤون الخرافية، وهو ينجم يفسر له ويقول له راك اذا كان انت معناتها في الكاتيجوري هذه نتاع معناتها اختلاف الوحده راهو ماهوش من ممكن باش تتمتع بالاجراء ذي. احنا ذي الحريف البسيط اللي هو مستنسي خلص فاتوراته معناتها وجيت مده معناتها كثرت عليه معناتها المطالي هو مطالب به وحبينا معناتها شويه مرونه في التسهيلات في الدفع. دونك هذه الكاتيجوري اللي احنا حسبناها ومكنين بالذات هما عندهم المده هذه خرجت معناتها ما تكذبش عليك ايتا في نتاع برشا ديكادو فخوت معناتها ديكادو فخوت ما ينجمش يشمل الاجراء هذي. دونك احنا عطينا لانستركسيون ما فماش كلمه لي مرحبا والليكا هذوما بارتيكوليي معناتها الخاصين يتعداو لل انتم من بعد تشوفوه موكا باركا اوكا باركا. ما احنا نحسوا معناتها باش الاجراء هذا يطبق في كل الاقاليم وكل الوكالات اللي هي معنا. ممتاز ونرحبوا بالناس الكل. هذا الاجراء بدا يعني تو احنا نحكيوا عليه تو اللي يسمع فيا نجم يمشي تو الاقليم نتاعو بدا مش غدوه ولا بعد جمعه. لا هو احنا من بدايه شهر فيفري سامحني بدايه شهر نوفمبر 2023 باش يتمادى الاجراء هذا التطبيق نتاعو الى موقع 2023 تحديدا يوم 30 ديسمبر يجي نهار سبت توا واحنا عندنا البيرمانونس نهار سبت اون اسيور حتى الاجراء هذيا الى يوم 30 ديسمبر 2023. الحالات قلت لنا اللي هي الحالات المنزليه يعني انا اذا كان عندي الضوء مقصوص خاطرني ما خلصتش مش خاطرني سرقت الضوء باش تبدا الصوره واضحه بين ظفرين فما فرق نيونس مهمه. دونك انا ما خلصتش فاتورتي قصيت عليا الضوء دونك نجم نجي نقص عليا الضوء نمشي نشوف نقاشي طويل معناتها كيما قلت لك مش مع استقبال يوجهوا ما بيروا اخر يشوفوهم حاله بحاله. ممتاز. اذا كان عنده الامكانيه اي قل لا لي تفضل انت قلت لي اذا كان الوضعيه الثانيه اذا كان انا توا ماش الضوء مش مقصوص عليا ما الفاتوره ظهرت لي غاليه ونحب نتمتع بهذا الاجراء نجم نتمتع بهذا الاجراء. تتمتع بالاجراء يكفي انك معناتها تقول نحب نتمتع بالاجراء نتاع 30% حينيا والباقي يتقسط على 6 فاتورات. واضح واضح جدا سيدة هند النيفر المسؤولة عن الخدمات عن بعد والوكالة الافتراضية للستيك. قولي نزيد معك شوي فضل فضل ديما بخفيت لك هو علاش سامحني متخلف بالذمة علاش قاعد يمشي ويجي احنا صحيح عندنا شوية اضطرابات معناتها في توزيع الفاتورة يجيونا الخرافة يقول ما جاتنيش الفاتورة في وقتها ولا جاتني بعد الاجيال معناتها باش ندفعها دونك يعرض روحه هو زاد للقصان. هنا نشجع معناتها الحرفية مهما باش تقول لي انت ماهمش الناس كلهم كونكتي وديجيتال ويمشيو يدخلوا على البوابه الالكترونيه هنا نحسهم حتى صغيرات ما توا كلهم تبقى اورينتي ديجيتال لي ريزو سوسيو نعطيه تمرين نقول ويا قد لي امورك ادخل على موقع ستيك فوالا اعطيني فاتوره يحلوا فضاء حريف فضاء حريف شيء ما فيه فورمولير يتعمل واللي متفاش يدخل به يلقى الفاتوره نتاعو كي يزيد المرجع نتاع الفاتوره الفاتوره ينجم يطلع عليها بكامل معناتها حذافيرها وكانوا ماهوش جاتوا فاتوره تقديريه ينجم يبدلها بالوقت بفاتوره نتاع استهلاك كيفاش؟ يدخل هو بيته ارقام العدادات اللي عنده في الدار عنده خانات يجي ويخرجوا له هي خدمه رفع الارقام العداد عن بعد ينجم يتمتع بها تخرج له فاتوره على الاستهلاك اللي هو معناتها ساكو فك المده هذا الكل على السيت ويب نتاع ستيك على السيت ويب ستيك تزيد على هذا ينجم يخلص معناتها الفاتوره كي تخرج وهذه معناتها هو مويان معناتها سيغ فيه السلامه الكل معلوماتيه ينجم هو قاعد في بلاصته في بيرو في داره يعمل هالبروسيدور كلها من اللي يشوف الفاتوره للي يعمل رفع العدادات للي ياخذ فاتوره ويخلصها معناتها ما حدش يصورك لي كونتور يمشي يهزهم اقرب عقليين ويقول له خرج لي فاتوره الاستهلاك. فوالا، ولا كان عنده امبريمونت يطبعها اصلا ويمشي يخلص. اي حاضر. معناتها ليماج ورقيه كيما اللي يجي في الدار. بالضبط. مش ما يقعدش يستنى خاطر فما اس ام اس غراتوي. ديك تخرج له فاتوره تجي تقول له يا سيد راه عندك فاتوره فيها كذا. صدرت للبريود هذايا وراك مطالب باش تدفعها في اجل هذايا يبدا عنده 25 يوم باش يثبت الفاتوره. معناتها بالحق احنا كما تقول ديفايون شويه في الديستريبيسيون تاع الفاتورات اما الحل موجود ديجيتال حل على ديجيتال انا نعرف السيت نتاعكم وانا نمشي نشوف الفاتورات على السيت اما مجرد ملاحظه سيده هند صحيح الفاتوره تلقاها اون فوا كي تسجل وكذا واضحه وتلقاها كيما تجيك اما معناها كان تخدمونا اكثر شويه على طرق طريقه الولوج الى انك تسجل وتولي مشترك هذيك ربما فيها شويه عندنا فيها شويه مشاكل
احنا قريب نخرجوا في تجديد ان شاء الله. هي ممتاز شوي. ممتاز طريقه لولوج اسهل وبلو سيكوريتي وتمشي بالموتباس بالميل نتاعك. اكسلون مختال خلفاوي باش يسالك سؤال. يعطيها الصحه مدام نيفر فعلا حاجه باهيه تفرح التوانسه على موضوع تقسيط الفواتير نتاعهم خاصه اللي باش تجي في الخريف. ما هي مضخمه في العاده من الاستهلاك نتاع الصيف. ما نعرفش مدى يعني هي من صلاحيتها ام لا. تشكيات الناس باستمرار في موضوع العدادات. أي. هل أي. عدادات ستاغ وصلوا تحلت المشكله ولا ما زلت؟ توا احنا مش بنخبيش عليك، احنا العدادات متوفره. أي. اما موفرتك الصفقات العموميه تصيح واقل بيس معناتها تصيح فيها. أي. معناتها ما عادش ولا يتعدى بالساهل. عندنا شويه حق عراقي فيهم. اما توا الماتيريال موجود، بقى عندنا كيلكو اكسسوار اللي تابعين هما الكونتور اللي هما شويه مازالوا فيهم ابيل دوفر خرج وان شاء الله ما يزيدش يوخر علينا. اما احنا توا موقفش قلنا احنا الاول بالاول اللي عامل اقدم واحد نحاول. قداش تقعد مده انتظار مدام النيفر بربي؟ قداش تقعد مده الانتظار؟ اقدر انت والجهه اللي هو فيها ساعه وانت والدوموند اللي معناتها الطلب اللي فيه. جاتنا تشكيات انا البارح اللي ذاع لهنا. فما شكون مقدم من نوفمبر 2022. اي نوفمبر 2022. هما اللي اقدم في خلفي. هما اللي اقدم. يعني ما تحلش كيما قلت لك برشا صفقات طاحوا معناتها افكتور وعودنا نعرف انت بروسيدور شويه تاخذ وقت. وذاك هو العموميه توا فما الكونتوريت ودونك توا الكونتوريت موجوده فوالا. فما ابيل ان شاء الله باش يزيد يخرج باش نزيدوا ندعموا الكوتا اللي عندنا باش ان شاء الله ما نطيحوش في المشاكل. ان شاء الله وهذا موضوع نرجعوا احنا ظافر الجهود بيننا وبينكم نوصلوا المعلومه. أكيد. واحنا ان شاء الله نعاون الاستقبال يكون معناتها في الوقت الابان ويعطي المعلومه. شكرا جزيلا الهند النيفر على كل هذه المعطيات، المسؤوله على الخدمات عن بعد والوكاله الافتراضيه الستيغ. شكرا ليك. كلم المدير. هيك الامور واضحه في علاقه بالتقسيط، في علاقه بالكونتور مازال شويه مذولي عندهم. يظهر لي طريقه. قالت لنا السيده هند الكونتورات موجودين، مخه مليانه في بالي بيه حسب ما نعرف. ها حسب ما يظهر لي فما اشكاليه. شفتك الصندوق اللي حطوه في هذاك فيه نقص. يمكن تحكي على قتلك فما تجهيزات اخرى تابعه للمونجال لزاكسسوار. اما تعرف الصندوق هذاك فيه احنا ان شاء الله تناخذوا عليه الموضوع. أي. حمزه. أي. يعني المصنعين نتاع العدادات. أي. علاش يبدا ثم احتكار مصنع. أي. واحد يعمل. أي. في العدادات. أي. والدوله ماهيش خالصه. أي. معاه. مو هذاك السبب. وهذاك السبب مش خالصه معاه. يقعدوا يستناو في لابيل دوفر ويشوفوا حتى لي فورنيسور ماهمش متوفرين في موضوع هذا العدادات. أي. وايضا الصندوق نتاعها تاع العدادات. يعني مشكلة مفروض ما تم ثم فواتير وناس تخلص ونسهروا على العباد. أيضا تعطيه تجهزوا، لأنك تجهزوا أنت بعداد حتى الاستهلاك ينقص. مش يبدأ واحد عنده بلاس. أي. يبدأ فيها عداد واحد يجيه مضخمة يعدي الكل. تماما بالضبط كذلك. ويشجع على السرقة. فما شكون يمشي يسرق يقول لك خاطر أنا ما عنديش حل. موجود الفرود هذه في موجود فرود خاطر يقول لك هاني نستنى عندي في العداد عندي قديش من مدة. وهو كذلك مجاوي الشبيبة. أهلا وسهلا. ماهيش عاديين غنية يزربوا فيا الزوز على كذا. يحب غناية صافي في بالي. أبو نواس يحب الغناية. موال حط موال. عنده برش حاجات أبو نواس جابوا مع الشلغومي. دونك قال لي ماذا خلنا شيء جاي من غد جاي من غد جاي يوجع الوذنين مختار تنسمعك. أنا في بالي باش تحكي لي مضام باش تحكي لي على حنباع. يا أخي أنت مشيت الشلغومي يقول لا حنباع لا جاي ظل. لا معناها قد ما تتخيل انه انسان يمشي في الطرف الاخر هذايا فات معناها محدود. انا بعد باش نحكيو عليه قريبا خاطر نتفليكس تحضر له في فيلم. واخيرا فيلم عالمي دنزل واشنطن راه محل صايره جدل كبير على كيفاش دنزل واشنطن هو اللي باش يجسد شخصيه حنا بال. قالوا مخي انا ما نعرفش. قالوا حنا بال ما كانش اسمر. ما نعرفش نفس الجدل اللي صار في شخصيه كليوباترا. نفس جدل كليوباترا وايضا المسيح ديما يناقشوا على اللون. هل كان نحن تونسي هو فوالا حنا بعل بالضبط ونتحدث تحت رقابه ابو نواس ابو حنا بعل ابو حنا بعل حنا بعل الصغير عائله برقه من اصول لوبيه وفينيقيه. اللوبيين والفينيقيين مسمر ماهمش سمر بزني كما سيدنا عيسى المسيح لكن فونسي اللون نتاعو ماهوش ابيض شوكولاته بالحليب. اما كي صوروا اشقر المسيح. إيه اما مختار نقول جمله كي تخلي انت التراث نتاعك والتاريخ نتاعك يخدموا عليه الاخرين. الاخرين يختاروا اللي يحبوا. مع العلم انه
دنزل واشنطن كمان عندهم ممثل كبير طبعا رهيب عندهم توثيق نتاعهم يعني مش واحد شهوه فقط رغم فشل افلامه الاخيره نسبيا انت تقول الناقد السينمائي حسين بيت لا لا نتبع ما الافلام الاخرى ما نجحتش كيما العاده واو كذلك تو نبعثوك لي تسلك له مشاكل مع افلامه الاخيره حسين بهلول سلك الواحلين شنو اللي صاير في توفير وتوزيع عدد من الادويه الخصوصيه سمعنا اتصالات جاتنا من عند توانس على ادويه السرطان اللي قربلة باش يمشيوا يجيبوها من مطلب وهزوا للقباضه توكيل وكذا مسجل أدوية زراعة الأعضاء وغيرها لوين وصلت يا حسين؟ نبدأ بالنقطة هذه المواطن اللي كلمنا من جيبس اللي يحكي أنه أعطاه توكيل لشكون باش يجيب له الدواء متاعه بما أنه ما ينجمش يتنقل بحكم المرض متاعه ولا أنه طلبوا منه أنه التوكيل يكون مسجل في القباضة سؤال مباشر كنت واجهت به لسي نادر العجيبي مدير عام الضمان الاجتماعي اللي سألته بما أنه الأدوية هذه راهي تتوزع عن طريق لكاس ناسيونال عن طريق الصناديق الوطنية فما صيدليات مختصة في لسينيسيس وإلا بيسير بريزون شارج من الكنام دونك نحكيه على الإدارات هذه قلت له فسرت له الوضعية اللي حكيها لنا المواطن شنو رأيك فيها هل هذا بروسيدور هل هذا إجراء أنتم عملتيتوا فيه نوت وقلتوا يلزم يصير ولا لا وهكا كانت إجابة سينادر هذا إجراء ما لا وزارة الشؤون الاجتماعية ولا مصالح الكنام ولا مصالح السينسير حطت فيه نود بروسيدور تفرض أنه برا سجل في الأخبار دايوغ احنا اللي فات أنه يجي التوكيل مع نسخة من بتاع التعريض تقريبا ما ناس باش نجيو على مريض باش نقولوا له لا جيب تعريض بالإمضاء وإلا يستجيب في الأخبار هذه من الإجراءات غير ما تروحها عنا لا ما نخلتوش للمرحلة هذه ما نخلتوش إذا كان حالة شاذة نجم نعالجها ونجم نشوفها ونجم ندخله باش نظهر الحمد لله هاي دونك هذا الاكسيد زيل نتاع واحد من الموظفين اجتهاد مفرط اجتهاد في غير بلاصته في غير بلاصته والاجراء هذايا ماهوش معمول به باش يعمل توسي للمريض الساعه المواطن كانوا يسمع فينا توا نقول له راهو من حقك تمشي تاخذ الدواء نتاعك حتى بالتوكيل مصحف في البلديه برك وحتى ما نجي نفرض لك عليك التسجيل في سباقس هو من جابس يمشي ياخذ من سباقس اما ديما حمزه هذه راه مفروض ما يصيرش علاش مريض لطف عليه معناها بالسرطان يتنقل من ولايه لولايه ومن برشا ولايات في الجنوب كي ما يمشيو لصفاقس باش ياخذوا الدواء بديت بجابس يا اخي وقتاش باش تولي الناس تاخذ دواياتها على الاقل من جابس علاش يقعدوا يتنقلوا في صفاقس هل فما حل قريب بالنسبه للناس هذوما والا لا سيندري جاوبنا على السؤال درب بلاغ مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع الوطني انه باش يتم تحضير لصيدلية خصوصية في المستشفى العسكري يابس باش تتولى تغطية الجنوب من الأدوية الخصوصية بما يساهم في إعفاء معناها المرضى هذوما من عناء التنقل انه الصفاقس باش يخلص ممتاز معناها قريبا كي نقول قريبا نقول في الأشهر الجاية معناتها قريبا من هنا لبداية 2024 مبدئيا الأشغال توا أنكور معناها نتاع البني وغيره من ويشرف عليها تشرف عليها وزارة الدفاع ينجم هذا يمكن يكون ضمانة أنه معناتها الأشغال تصير فيسع وبش تولي فما صيدلية خاصة للأدوية الخصوصية للناس في جيبس ممتاز مش كان جيبس مش كان جابس فما ولايات اخرى باش يوصلها الطريق وتولي عندها الصيدليات المختصه نتاعها في السي ان اس اس باش الناس تاخذ دواياتها هذه هي الولايات المعنيه بالحكايه هذه وحده لتوزيع الادويه الخصوصيه باش تكون ان شاء الله في المستشفى الجامعي او الجامع الموجود في مدنين ايضا باش يقع زاد فتح مساحات لتوزيع الادويه الخصوصيه خاصه في شيره معناها توا مبدئيا شركة قاسرين وفما على مستوى جندوبة وفما النية أيضا على مستوى البنزر هذا كمرحلة أولى هذه دونك بداية بجابس نعاود نفكرهم بعد مدنين القاسرين جندوبة وبنزر معنيش تواريخ ما فماش تواريخ المشروع اللي قاعد يخدم توا يتحضر هو في جابس وفي جرته باش تجي المشاريع الاخرى في جرته معناها اشهر ولا سنين اشهر لا اشهر اشهر, أشهر. ودايور فما تجربه اللي انا كنت سالته عليها خاطر عندي عليها علم صغير في تونس في صالح عزيز مثلا المرضى مش هما يمشيوا ياخذوا الدويات نتاعهم الدويات هي اللي تمشي لهم بون علاش على خاطر حمزه نحكيوا على الدويات هي توكسيك
أي. اللي هي راهو التلاعب بها ولا سوء استعمالها ينجم يكون عندهم ذرة في الأصل. المفروض الدويات هي اللي تمشي للمريض. قلت سألت سي نادر وقتاش باش نوصلوا للمرحلة هذه، فماشي مخطط مشروع باش نوصلوا الدويات للناس، خاطر راهو ديجا انك تهزها من بلاصة لبلاصة راهو فيها خطر على صحة الناس. ما عادش المواطن يجي لمصاحب الضمان الاجتماعي انه باش يهز الدواء بتاعه خاطر هذوما دي برودوي توكسيك، باش نولوا احنا تجربه نموذجيه ديجا عاملينها احنا مع صالح عزيز، باش يقع نحاولوا توا باش نعمموها على عديد الاقسام والمستشفيات الجامعيه بتلفا صون، باش نولوا احنا نوصلوا الدواء. قرصني يا مخ ترى هي هاني قاعد البيدي قاعد نشوف انا نجيب المعلومات ليه وحاجه تعمل كيف حاجه المفروض راهي عملوها تو نموذجيه في صالح عزيز معمم في صالح عزيز موجود. المرضى الكل جيو مدوياتهم ما يمشيوش، هم ما يمشيش، هو يقعد يتنقل كل مره باش يهز دواء وما يسمى بلي فارماسي بلانش اللي هما يتنقلوا باش يوصلوا الدواء. يكثر منهم الناس هذوما الفارماسي بلانش به، اما مش كل الدويات توكسيك ومش كان الدويات نتاع السرطان اللي نحكيوا عليها، فما تشكيات اخرى جاتنا من الناس اللي عاملة زرع الكبد ولا زرع الأعضاء ولا غيره، وفما دويات ناقصة مشكلة حكينا عليها برشا قبل. لكن اليوم توجهت بسؤال مرة أخرى، علاش الدويات هذه ناقصة مثلا، وشنو الحل اللي باش يصير فيها، وشنو السبب كما قلنا دونك في النقص هذا. سي نادر يجاوبنا فيما يخص الأدوية الناقصة في الصيدليات وفي الليكيس ناسيونال. بالنسبة لمرضى اللي عاملين زراعة أعضاء، الملف هذا يراه محل متابعة من قبل السيد وزير الشؤون الاجتماعية. احنا في تواصل مباشر مع الصيدلية المركزية، وفي القريب العاجل باش يكون نقوله في القريب العاجل في الفترة القادمة عديد الأدواء وبكميات محترمة جدا باش يتم توفيرها بعد انه ما تم التنسيق مع الشركات المصنعة. علما انه راو فما بعض الأدوية، فما دوتر الترناتيف في بعض الأدوية اللي تشهد نقص فقط، معناها موجود على أدوية محلية مصنعة محليا اللي هي تعوض الدواء اللي تم الاستيراد بتاعه. فما دويات ناقصة وتم تعويضها بفما دويات يمكن أخرى. المعلومات الأخرى اللي يمكن اللي قال عليها أنه فما دي بروتوكول تبدلوا، معناها أنظمة علاج الدويات يلزمك تستعملها اضطرت معناتها السلطات في تونس والأطباء وكل أنه يبدلوها لنقص التوفر الكميات تاع الأدوية هذه، سواء من شركات المصنعة كما يقول ولا زادة لأنه فما برشا شركات حمزة الحقيقة سوء تعامل الفارماسي سنترال معها في علاقة بالبيم وفي الخلاص وكل خليها معاش تعامل مع شركات هذه. يبقى بون يعطي صحة سي نادر في برشا من أجوبته، معناتها بحاجات جديدة وواضحة. تبقى ديما مشكلتنا مع التواريخ، متى أنا كيقولي في القريب العاجل الحقيقة القريب العاجل ما نفهمش معناها. هنا هذه دويات قالوا لنا عندها مدة جاية مختفية، يقولوا في القريب العاجل شو معناها القريب العاجل متاع زيد القريب العامل متاع عمر، معناتها هذه الإشكالية. وفي علاقة بالأخرين تبع هنا حسين والما يحل جيبس أكيد شوف لنا حتى مع إدارة المستشفى العسكري اللي هي ليه الموضوع وقتش يحل جيبس متاع توزيع الأدوية ممكن مع وزارة الدفاع لأنها هي اللي تشرف على الأشغال فعلا. وهو كذلك. شكرا جزيلا حسين، أعطيك صحة سيدي على هذه المعطيات، وبربي لكسيد زيل ولا المبالغة في الاجتهاد تقالوا برا قيدة هيك طلعت فشوش مختار برا قيدة في القبضة طلعت فشوش من رأسه معناه حك رأسه وطلعت له إجراء جديد قال عليه للسيد المواطن فما المريض ناس. فما ناس مغرمين باش يعقدوا حياة البشر وضعت الحكاية ما هيش مؤسسة قانونية وهو كذلك. فالناس ذوما منهم شلغومي مش احكي لك اليوم هذه زيت فيها اكثر من لازم. بعد الفاصل انا راجعي بعد 50 دقيقه في استديوهات تي اف ام موعد المهمه. المهمه هو شخصيه تونسيه تو اكتشفنا ليه تونسيه ما عندوش ياسر علاقه بتونس ولكن جنسيته على الاقل. نحكي على الامام التونسي احسن الشلغومي. من هو أحسن الشلغومي يا أمين؟ شنو يحكي تصريحاته المثيرة دائما للجدل؟ في شنو قاعد يقول؟ وهل وقع فعلا سحب جنسيته التونسية كما تقال في إحدى القنوات التلفزية الفرنسية أمين؟ نبدأ من البداية حمسة مع تعريف سيد أحسن شلغومي. هو من مواليد سنة 1972 في تونس من أب جزائري وأم تونسية، عاش بتونس وتحديدا في مدينة باردو إلى حدود سنة 1992، انتقل بعدها إلى سوريا
تركيا وخاصة مدينة لاهور في باكستان، وين قعد 3 سنوات ونصف تلقى فيها تكوين ديني في مدرسة قرآنية تابعة لجماعة التبليغ. عام 1996 ينتقل إلى فرنسا للعيش بمدينة سان ساندني في الضاحية الجنوبية لباريس، انشط بين المهاجرين كداعية من جماعة التبليغ. سنة 2000 حصل على الجنسية الفرنسية. عام 2004 صنفته السلطات الفرنسية كإمام متشدد ووقع وضع تحت المراقبة، وتم البدء حتى في إجراءات طرده من فرنسا قبل ما يتم التراجع عنه بتدخل من اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا. من بعدها يستقر بمدينة درانسي ويتم تعيينه كإمام لجامع المدينة اللي تم أحداثه. منذ توليه الإمامة تغيرت المواقف متاعه 380 درجة، وصار يقدم نفسه كمناصر للحوار بين الأديان وخاصة منها بين الإسلام واليهودية. هو الإمام المفضل لدى الإعلام الفرنسي بسبب مواقفه اللي دائما كانت في اتجاه السلطة الحاكمة هناك. هو صديق مقرب من نيكولا ساركوزي خاصة، والآن من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مواقفه بطبيعة مساندة للكيان الصهيوني اللي مشيله برشا مرات، آخرها سنة 2019 وقتها هزوه حمزة لمقر جيش الاحتلال، طلع فوق السطح متاع الجيش الاحتلال متاع المقر الجيش يعملوا به دورة ونسمعوه مع بعضنا شنو اللي قال غادي. ألف شكر، تمني بالتوفيق بكل لكم ولكل عائلات الجيوش الإسرائيلية، درز، عرب، مسيحي، يهودي، الكل إن شاء الله. إلى سيد وأخي جنرال المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي والصديق كذلك بشاي المشهور في العالم العربي والعالم الإسلامي، هذا أول انفتاحكم أن تستقبلوا مسلمين من فرنسا ومن بلجيكا ومن أوروبا. لو كان لكم كره للإسلام وللمسلمين ما كنتم تستقبلونهم. هذه قوة لكم وأن تكون ضد الشر الذي سيمس الدول العربية، وخاصة نظام الشر الذي ينفق على الإجرام في حزب الله وحماس والحوثيين وغيرهم الذين لا يريدون السلام للمنطقة ولا للعالم العربي ولا كذلك إلى الدولة الإسرائيلية والكل. إن شاء الله تعالى أنتم تكونون السبب لاستقرار هذه المنطقة. وكان لنا حوار مثمر عن التحديات والمشاكل وغيرها. دونك هذا الحوار نتاعو مع الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال، هذا كان سنة 2019، واللي يتقال في الأوف حمزة أنه ممول من أطراف عربية في اتجاه بعث والتشجيع على حوار أديان والاقتراب من دولة الاحتلال في إطار ما يسمى ب أديان حاجة وهذا حاجة أخرى. لا هذا بوسين مش أديان، هذا حوار مع الجيش في الفيديو دخل الأديان في حمزة بالبوس راهو في الفيديو بالحضن يحضن جنراليت جيش الاحتلال. دونك تصريحاته بعد 7 من أكتوبر كانت في اتجاه وصف المقاومة بالإرهاب والتماهي مع مواقف الكيان الصهيوني، الشيء اللي استفز العديد منهم العميد السابق في الحرس الوطني والناطق السابق باسم وزارة الداخلية السيد خليفة شيباني، واللي حكى عليه في برنامج زميلة مريم بالقاضي. هذا واحد اسمه هو شلغومي، حسن شلغومي، هذا رجل صهيوني بعباءة معناها نتاع إمام. السيد هذا معناها نهار كامل هو وسيء الذكر الذي لا أذكره الناطق الرسمي كان يتكلم بالعربية من أصول عراقية وما لا متصلة بالعراق بحد شيء، وهو يبوس ويعتبر أن حماس كذا، ويزور في تل أبيب ويتباكى معهم ويقول أنه كذا. هذا نهار لحد داعي أنه تخرج مسيرة في باريس، وقال الكلنا رانا نهار لحد هذين كلنا يهود. أنا باش نقول له راك أحسن ما عندك حتى علاقة، وطالب من البنبر هذا بسحب الجنسية التونسية منه أول واحد يطبق عليه قانون التطبيع منه. دعوة العميد خليفة شيباني التقطها الإعلام الفرنسي المساند للكيان الصهيوني وأحد أهم الوجوه المعروفة لذلك، وهو الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي جوليان دري، واللي قال في الإعلام الفرنسي. D'abord rendre hommage à une personne, Iman Chalgouni, qui n'a pas pu venir à la manifestation à cause des menaces dont il est victime, parce que vous savez qu'en Tunisie hier on lui a retiré sa nationalité de tunisien. وصار التعامل مع هذه المعلومة على أنها خبر مؤكد. حمزة قال أنه وقع سحب جنسيته، قال أتعاطف مع الإمام الشلغومي اللي ما حضرش للتظاهرة للمسيرة لأنه تعرض لتهديدات ونضمن معه لأنه تم سحب الجنسية التونسية من السؤال هنا، هل تم فعلا سحب الجنسية منه؟ هل يسمح القانون بذلك؟ من يمكنه أخذ القرار؟ وهل هناك حالات سابقة لتم فيها سحب الجنسية؟ نسمع بعضنا الأستاذ المحامي رياض الليفي. تسحب الجنسية التونسية للأشخاص اللي متجنسين، اللي واخذين الجنسية التونسية متحصلين عليها حصول، اللي هما يصدر في حقه حكم جناحي أو جنائي، يقضي بأن قام بأعمال تمس من سلامة وأمن الدولة، تسحب منه الجنسية بأمر من رئاسة الحكومة التونسية. ظهر لي تم حالة كسار الحديث عليها، لكن ما نعرفش تم فيها سحب الجنسية ولا، اللي هي حالة نتاع نسرين بن علي ظهر لي.
دونك لهنا باش نكونوا واضحين حمزه، فما خلط كبيره في علاقه بحكايه الجنسيه، لانه فماش فقه قضاء، فما ما تمش سحب الجنسيه. المؤكد انه لا يمكن الدوله التونسيه سحب الجنسيه من اي مواطن تونسي عنده الجنسيه التونسيه بفعل الارض والانتماء لاب وام تونسيه. القانون الدولي يمنع اي سلطه في العالم من اني تحرم اي مواطن لها من الجنسيه نتاعو، ترده بدون جنسيه، معناها يولي بدون ما يعرف بدون، هذا غير غير ممكن، غير ممكن في حاله برك، قال لك في حاله برك، في حاله انه القضاء يحكم ضد انسان مواطن تونسي بالخيانه العظمى، وقتها يمكن للسلطه التنفيذيه ممثله في رئيس الجمهوريه حاليا او الحكومه التونسيه اني تسحب الجنسيه منه، على شرط انه يكون حامل لجنسيه اخرى ويكون تحصل على الجنسيه التونسيه، معناها اذا تولد وجنسيته تونسيه ما تنجمش نحاله، ما تنجمش نحاله كما هو، كما هو وهو تولد عام 1972 من ام تونسيه وبفعل الارض والانتماء التونسيه، القانون التونسي يعطيه الجنسيه التونسيه، وعليه فانه سحب الجنسيه التونسيه من هذا السيد مع رغم اختلافنا ليه غير ممكن حسب القانون. وهو كذلك قول فقط تفاعل مع امين والمعطيات المهمه، هو بالنسبه لي ليس تونسيا يطبق عليه قانون الجنسيه لانه مش من اب وام تونسه، هو خذ الجنسيه التونسيه باعتبار ام تونسيه، ونعرفوا ان الجنسيه تتعطى لمن ام تونسيه ما جاش في السبعينات، هو مولود عام 72، هذا جاء في وقت متاخر، وهو انه الام تعطي الجنسيه نتاعها ما كانتش قبل في طول ما كانتش موجوده طبعا، هذه تعمل يعني بطريقه متاخره في الثمانينات في او في التسعينات. اذا فالقانون الجنسيه يتطبق على اللي ام من ام واب توانسه حتى للاصل يعني الجد يعني، ولكن بالنسبه لوضعيته هو وضعيه تختلف. دونك هو بالنسبه لي كنجم يكون في الجزء الثاني طبعا، يعني ينطبق عليه ما ينطبق على المتحصل على الجنسيه، متحصل على الجنسيه لانه اب نتاعو جزائري وان تولد في تونس لانه الجزائر كان مقيم في تونس في باردو وزوجته قرا حتى في العلويه هنا حتى للبكالوريا، ولكن يقعد ديما بوه تزيري، وكان انا شفت حتى الصحافه الجزائريه مش يحكي عليه جمله، واحنا نحكيوا عليه على اساس تونسي وهو تونسي هو ما عندوش جنسيه جزائريه، ولا لانه بوه جزائري هل سقطت عنه الجنسيه الاصليه؟ مخلط هذا عمل فين؟ هو خذا كما قال امين خذا الجنسيه الفرنسويه، عنده جنسيه تونسيه واكيد باعتبار الاب وعنده جنسيه جزائريه، هل تحت ما تحتش حاجه اخرى؟ اذا الموضوع مشربك شويه. اللي يخص الشلغومي نضيف فقط انه صحيح هو في البدايه نتاعو كان عنده تعاطف مع جماعات طرقية صوفية، ولكن أيضا مع جماعات متطرفة متعصبة بل إرهابية، وذلك علاش هو الوجود نتاعو في سوريا أو موجودة في لاهور في باكستان، عودته من بعد إلى فرنسا ابتداء من 2000 كان يصنف أنه تحت المراقبة الأمنية، وذلك علاش توا حب يردوه نموذج هو اعتبروه انتقال طبعا بعد بناءه لمسجد النور وتأسيسه لمنتدى أئمة فرنسا من أجل ما يسميه هو إسلام الأنوار إسلام الجمهورية ولا مدعوم من الفرنسيس يعتبروه هذا الإسلام الجمهورية، هو تورن هو كما نقولوا في العامين تاعو تورن هو الردة توني، خاصة حمزة شفت البيوغرافي نتاعو كل ثم حاجة غامضة 2004 شنو اللي صار اللي خليته من كان مصنف إرهابي أنه يعطيه إمامة نتاع الجامعة، الجامعة ذي موجود في مدينة درانسي المعروفة بوجود الكثيف لليهود في مقبل. شكرا أمين، شكرا مختار، شكرا حسين، شكرا ملك، شكرا نور، شكرا للشبيبة الكل، نلتقيكم غدوة إن شاء الله، إلى اللقاء.